أخبار سبيل إسبانية. هي مقاطعة في كتالوني في إسباني، تقع في مقاطعة برشلونة. بلغ عدد سكانها 174,381 نسمة، وذلك حسب إحصائيات سنة 2016. عاصمتها مانريسال. تبلغ مساحتها 1299 وحيد كيلومتر مربعين، و1092 ثلاثة كيلومتر مربعين. الموقع تشترك في الحدود مع فالسؤال وكينت الموينيس وسونا باش لي بريغارات. التقسيمات الإداري غولاردي سيغارا أرتيس فايني بالساريني كالوس كاردونا كاستيل بيليا فايلار كاستيل فوليات دي لابوتش كاستيل جالي كاستيل ناودي بارخ إلباونات دي فيلو مارايرو كافورت فونولو ساغايا برشلونت مانريسا مارغانيل برشلونت مونيسترول دي مونتسيرات برشلونت مورالا برشلونت نافار كليس برشلونت نافاس برشلونت راخا دي لسالينات دي بريغات سانت في لايسا سيرا سان فروكتوزو دي باجيس سان خوان دي تورولا سان ماتيو ودي باجيس سانت سالفادور دي جور دي لا سان فايسينات دي كاستيليت سانت بيدور سوري برشلونت تالامانكالا برشلونة. مراجع مرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 24 يناير 2020. مساعدة مرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 24 يناير 2020. مساعدة صفحات باجس في خريطة الشارع المفتوحات. اطلع عليه بتاريخ 9 يونيو 2020. مرشف من الأصل في 28 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 يناير 2020. مساعدة مرشف من الأصل في 13 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 مايو 2015. باللغة الكتالونية 20,150,415. مرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2015. سيانة وحيد لغة غير مدعومة في كومنز صور وملفات عن باجس.